أثر، بس العنوان واحد، الاناتومي والراديولوجيكال فايندينج والباثوفيسيولوجي وغيرها تفرق بين الاثنين، لكن كفارماكولوجي هو نفس العلاج. اوكي، وعرفنا انه البيبتيك ألسر بسهوله يتشخص بالاندوسكوب، طبعا هو هسه الاحدث شيء. لقينا اكو عندنا فد بالانس موجود داخل الجاستريك ميكوزي، اكو انفيزيف فاكتور واكو ديفنسيف فاكتور، اكو ناس تدافع اكو ناس تهاجم، ناس شريره وناس خيره. شوكت ما زاد الشر على الخير، ذيك الساعه راح يصير عندنا الالسر. اوكي، بطريقنا حكينا على حتى نفهم الالسر شلون صار، لازم نفهم شنو الجاستريك جلاند، هذا الجزء من المعده اللي يفرز الانزيمات اللي تساعد بعمليه الهضم، وقلنا اكو اهم جزء هو البرايتر سيل اللي تشتغل على الهيستامين H2، واللي هو راح يفرز لنا الهيدروجين اللي يتفاعل مع الكلورايد يسوي لنا HCl. وعندنا اكو جاستريك سيل، واكو عفوا اكو جي سيل تفرز لنا جاسترين، واكو كرومافين سيل او انتروكرومافين سيل، واكو شيف سيل تفرز البيبسين وكذلك. اوكي، بعدها رحنا للكلينيكال بيكتشر مالته، وقلنا لكم اكو بيجاستريك بين اذا ديفيوز فنفكر الجاستريك ألسر، اذا لوكال نفكر بالدودنال ألسر، وهي الفود او عدم وجود الفود هم عنوان. وقلنا بالثيرابي انه انا احتاج اعالج الاسات اللي هي السموكينج والسبايسي والستريس. اوكي، واساسا هو الاسلوب. ومرينا على الاتش بايلوري، وقلنا الاتش بايلوري شنو شغلها، وذول العلماء الاثنين مارشال وارن سوا، ومارشال راح اخذ فد كميه قليله بشكل يعني فد شكل فلويد اخذه، وبعد 6 اسابيع او 6 ايام العفو او 7 ايام حس بنفسه صار الألسر. وقلنا هذه هي قاعدة مو ثابتة، ولكن اللي صار أنه أكو 50% من البشر عندهم اتش بايلوري، وعشرة من دولة هو اللي يصير عندهم ألسر، فكان هو من حاسن الصدف. بعدها مرينا على الأنت أسيد، وقلنا شنو الأنت أسيد؟ الأنت أسيد او انت اسيد اللي هاي المركبات اللي نستعملها هي سبتوماتيك، اللي 3 انواع ما تطلع من عندنا، الصوديوم بيكربونات والكالسيوم كربونات والمغنيسيوم والالمنيوم صالت. وقلنا هاي لوكال هي سبتوماتيك مو العلاج. منتظر ذكرنا بالمحاضره السابقه الميلك الكالي سندروم، هذا 40s و 50s كانوا الاطباء يوصفون الحليب للمرضى او مجموعه الالبان على مود يخفف من البيبتيك السر، وكان عندهم يزيد يصير عندهم هايبر كالسيميا، والهايبر كالسيميا تعطينا مشاكل كلش وايد، ونهايتها بالرينال فيلر والستون وغيرها. مرينا على فد شيء مهم هو الديكريز الاس سي ار سكريشن، وقلنا اكو خطوات على اساس العمل اللي على اساس الفسيولوجي مالت البرايتل سيل والميكانيزم مالته، وقلنا اكو سيلكتيف ام بلوكر اللي هو يشتغل على ام ريسبتر، وحكينا شنو الدوزز مالته، وبداوا هسه بالفتره الاخيره ما يستعملونه لانه بي يعني مشاكل حال اتروبين، صح هو لوك يعني سيلكتيف هايلي سيلكتيف، لكن ابتعدنا عنه. بعدها وبالسبعينات ومن بدات العلوم تتطور اجانا فد منتج هو التجيبيت، ولحد الان يستخدم، واكتشفوه تقريبا بال 74 بدا يشتغل وبدا يصنع، سوى ثوره بعالم علاج البيبتيك ألسر، والنتيجه النهائيه انه بداوا يكتشفون بدائل ليش يعني اضافوا اياه حتى يتخلصون من بعض السايد افكت مثل رانتيدين فاموتيدين وكذلك نزاثيدين.
طبعا اهم قلنا ثيرابيوتيك يوز بي، وحكينا على الدودينو والجاستريك السر والبروفيلاكسيس مالته، وطبعا تذكرون الميكانيزم او فانكشن مالته انه كان يشتغل على الهيستامين ويقلل الاسيال سكريشن، وقلنا انه هو من الادويه اللي قليله اللي تستخدم استخدامات واحده يعني لا اكثر ولا اقل. ولقوا انه السيمتيدين عنده مشاكل بالبرين، قالوا اكو اتش ريسبتر موجوده هناك، ولهالسبب هذا يعني اخذوا بروكوشن بالبريجنسي. صح يعطونه مرات بالبريجنسي بس يجي لك لا تطيع اللي عنده الحاجه كلش. وسوينا جدول وشفتوا الجدول انه شلون يشتغلن، بعدين بداوا يتطور الشغل على الفاموتيدين، شوف شلون وصلوا الى انه يقدرون واحد فد بوتنت اتش 2 بلوكينج وانتي اندروجينيك، اذا نتذكر انه هذول يصير عندهم جاينيكوماسيا وغيره وادفيرس برين افكت ما عنده، وكذلك الديوريشن مال الاكشن مال التطوير. بروتون بومب انهبيتر هم قلنا جماعه الايميدازول، وتذكرون جماعه الايميدازول هذا المنتج النهائي هو افضل منتج، واحنا بدينا بالتدرج شوي شوي لحد ما صعدنا لهذا المنتج اللي شفنا واحدة من إيجابياته أنه يوقف لنا البومب شانال، واللي هي بروتون بومب شانال اللي مسؤولة عن خروج الهيدروجين ودخول البوتاسيوم بواسطة إنزيم اسمه هيدروجين بوتاسيوم اي تي بي اس. وقلنا هنا هو قمة عمل البيبتيك ألسر دراكس. اوكي، وسولفنا شويه على الادفيرس افكت، بصراحه كانت نهايه المحاضره، راح شوي اعيدها حتى نقدر نكمل. وقلت لكم من الادفيرس افكت مالته هو الدياريه، واحنا الدياريه نعرفها يعني فد شيء منطقي، ناس الاتش سي ال مالتهم جاي يختفي نوصله للصفر خلال فتره قليله. طبعا من يوصل السيال بالصفر شيء اكيد راح ينفرز المايوس وميوكس، وهذا النتيجه النهائيه راح يصير دياري، وهي قاعده ثابته يعني كل ما نزل الاسياب كل ما عندي صارت دياري. كذلك قلت لكم اكو فيتامين بي 12 ابزوربشن اللي هو جاي منين، اكو ويا افراز الاتش سي ال والهيدروجين اكو انترنسك فاكتور، هذا انترنسك فاكتور هو عبارة عن بروتين، هذا البروتين يروح المفروض للسمول باول حتى يصير ري ابزوربشن للفيتامين بي 12. كذلك عندنا مشكلة صارت من الادفيرس افكت انه بعض الادوية بالمعدة الحامضية تشتغل مثل الاسبرين او غيره. اوكي، وهذا طبعا اي تغير بحامضيه المعده يعني معناته ما راح يصير ابزوربشن. قلنا وحكينا قلنا الامبرازول بصوره خاصه يعني يعتمد على يشتغل على عفوا على ما يسوي انهبيشن على مايكروسوم بي 450، وهذا راح يقلل الميتابوليزم اوف ميني دراجز. ويمكن اما مذكورة عن الملاحظه بعدين انتبهت لها، واكو علاج اسمه كلوبيدوغريل يستخدمونه بدل الاسبرين لانه يعني شاع الاستخدامات الناس الكبار بالسن او مو كبار بالسن، الناس اللي يعانون من مشاكل بالقلب دائما، وتعرفون شنو فوائد الاسبرين يعني الكوما، هذا بدأوا يستخدمونه بالفتره الاخيره. لقوا انه الامبرازول يتفاعل، طبعا هو هذا برودرك حتى يتحول الى اكتف كومباوند يراد له يروح للليفر ويصير الميتابوليزم، لقوا هنا الامبرازول يجي يكسر هاي القاعده بهذا المكان، والنتيجه انه انا اخسر جهد ومال ومشاكل بصراحه جمه بسبب مشاكل القلب اللي راح يعني يخفف من عندها الكلوبيدوغريل اللي قلت لكم هسه بالفترة الأخيرة بدأ يستخدم بدال الأسبرين. كذلك الإمبرازول يسوي لنا جاستريك كارسينويد تيومر،
وهنا يعني اكو نظرية بالاسمه بالربط بالراتس، العفو مو بالربط، ما مستخدمين الأرانب بس شو اسمه أشغالهم على الفيران، فيران تجارب، لقوا أنه إذا تذكرون يمكن تجي المحاضرة حكيت لكم أنه الكارسينويد في العنوان كلش كبير، الجاستريك كارسينويد، الكارسينويد تيومر، واحد من التيومرات اللي تصير بالكرومافينسيال، يعني جاي من الكرومافينسيال، يصير لها زيادة بعددها، وتعرفون هو حال أي تيومر، ويبدأ طبعا الكرومافينسيال هي سكريشن، هي هم تفرز من إنزيمات تسوي مشاكل كل شوية من الكارسينويد، مكان الكارسينويد تيومر دائما بالسمول باول، لأنه أكو هنا جاستريك سيل مرات تلقاها بالدايفرتيكولام او تلقاها بالابندكس او بالش اسمه، فهنا صار عندك فد شيء جاستريك سيل جروث، ويصير عندك تيومر مو شرط، طبعا هو يتدرج بالمالجنسي مالته، بعضها هايلي مالجنت ويسوي مشاكل كل شوي، هو يعني بالتجارب يقولون الامبرازول تعرفون هو يوقف الاتش سي ال والبروتون بوم، فهذا يحفز ان خلايا ثانيه تفرز ان خاصه الانتركرومافينسيال، تبدي يصير لها هايبر ستيميليشن، والنتيجه النهائيه راح يصير عندك يعني اوفر جروث بالسير. هذا واحد من العناوين. اكو موضوع صراحه حكي عنه منتظر سألني به، هو الاوستيوبوروسيس، وقلت لكم الاوستيوبوروسيس والاوستيوبينيا والاوستيوميليشيا ثلاثة من العناوين عنوان واحد، انه ديكريز بون مينرالز اوكي اور ديكريز، بالراديولوجي احنا نسميه ديكريز بون دينسيتي، يعني هشاشة العظم، يعني لون العظم او الكثافة العظم راح تقل. طبعا انه منتجون هسه ان شاء الله المواضيع او شو اسمه او يجوز بايو كيمستري او اي موضوع او بالكسور ان شاء الله بالاورثوبيدكس، راح تشوفون حكي كل هواي عنها. بس انا هيك فد شيء مختصر من عدد فد فكره بسيطه كلش بسيطه وايزي مثل ما يقولوا. احنا نعرف الكالسيوم هو اساس الماده الاساسيه لبناء العظام، انت من اخذت فد شيء يقلل الحامضيه مال المعده وبذلك يقلل هضم او امتصاص المواد اللي تحتوي على الكالسيوم، النتيجه النهائيه انا ما راح احصل على كميه كالسيوم جيده. ومن هالمبدا ومن هالباب انا راح اشوف انه واحد من السايد افكت مالت الامبرازول او الدرجز هي هاي البروتون بوم انهبيتر، هو ديكريز الكالسيوم ابزوربشن، والنتيجه النهائيه ديكريز البون دنسيتي. اوكي فشي بسيط، هذا يعني واحده من النظريات. النظريه الثانيه تقول انه البون بي اوستيوبلاست واوستيوكلاست، اوستيوبلاست الخلايا اللي تبني العظم، والاوستيوكلاست الخلايا اللي تهدم العظم، يعني الخلايا اللي تفلش العظم. اوستيوكلاست يمكن انا قبل هيك حتى وقلت لكم بالراديولوجي راح تمر هاي المواضيع علينا كل شوي وتمر، فانا دائما اذكرها اوستيوكلاست كلاست، من الكلاست يعني شفافه كلاس الجلاس او هذا، وبلاست انا دائما اشبهها بالبلاستيك يعني في شيء صلب او صلد، فاحفظ الخليه الاوستيوكلاست هي خليه مهدمه يعني شفافه، والاوستيوبلاست هي خليه تبني تزيد الصلابه يعني. بصراحه قلت لكم هذا كان واحد من العناوين كنا نحفظ حتى نسهل الموضوع بالنسبه لنا. لقوا يعني قلت لكم انه اكو نظريه انه الكالسيوم، وهذه ثابته مثبته انه الكالسيوم يقلل الامتصاص مالته ينتهي لكن
بعض العلماء ايش قالوا؟ قالوا يا اكو اي تي بي اس انزيم، هذا الاي تي بي اس انزيم يشتغل على الاوستيوكلاست، مو الاوستيوبلاست، على الاوستيوكلاست. احنا تعرف انه كل عملية بناء تحتاج الى عملية هدم، حتى ابني العظم انا احتاج اكو مكانات اهدمها حتى ابني بيها هاي المادة، حتى يتحرر الكالسيوم والفوسفيت والمينرالز اللي تفيدني بالهدم. فمن هالمبدأ هذا قالوا يا هذا الـ ATPase انزيم جاي يسوي له مشكلة بالاوستيوكلاست، ثم جاي يشغلها لقوه موجود هو اساسا في هاي الادويه اللي توقف الاي تي بي اس انزيم اللي هي البروتون بوم انهبيتر، وتذكرون الميكانيزم هي نفسها هنا راح تشتغل، مو اشتغلت بهذا المكان حتشتغل بمكان ثاني هو البون، وبالنتيجه النهائيه راح تقلل لي عمليه البون تورن اوفر او البون ريموديلينج وهذا كله راح يسوي لي الاوستيوبوروسيس. اوكي انا حكينا وطولنا على الادفيرس افكت، بس انا اريد التلفزيون يكون المحاضره، خاف اكو بعض الطلاب يعني ما وصلتهم الفكره او ما تابعوني بالمحاضرات السابقه. ننتقل للموضوع، تقريبا الموضوع ما قبل الاخير اللي هو enhancing mucosal defense mechanism. احنا كل اللي حكينا قبل جبت لكم اياها، حكينا عن ادويه وظيفتها الاساسيه كانت هو علاج الالسر اساسا، يعني بغض النظر عن الانتس، يعني شلون تعالج الالسر وتمنع الالسر من بنفس الوقت. هنا لا، هنا راح نجي نعالج الالسر لوكالي، وكانه جاي نسوي عمليه جراحيه مباشره. اوكي فهنا راح تجينا ثلاث عناوين، وبالميكانيزم اوف طبعا المواد اللي يزيد لي الميكوزال ديفنس ميكانيزم، اولها الساكروفيت. الساكروفيت هو يعني مركب من السكر طبعا، واضافوا له الالمنيوم اللي هو سالت او سلفيتد سورسز سكر عفوا. الفكره هو الاساسيه عندي يعني هنا انه اغطي جدار المعده او اغطي جزء من المعده واتخلص او اغطي الالسر عفوا اللي صار عندي بيه تقرح، يعني منطقه تقرحت عندك، انت تحاول انه هاي المنطقه تغطيها او تحاول تحميها وما تخليها تزيد. اوكي طبعا عندي مشكله حقيقيه بصراحه، لقوا انه 3%، طبعا هو من عنوانه بما انه هو ميوكوزال ديفنس ميكانيزم، اذا هو يشتغل لوكالي يعني بال على الجاستريك ميكوزا او الديدرينال ميكوزا، 3% ابزوربد بالجي اي تي فروم جي اي تي، يعني نسبة كلش قليلة أو أقل من 5. أنا صراحة بعض الكتب قاريها المشكلة بهذه الخمسة تمتص من عندها، لأنه تحتوي على الألمنيوم، والألمنيوم راح يتجمع بالرينال سيستم، فالمرضى اللي يعانون من رينال فيلر أنا هنا should be avoided أو أكون حذر باستخدامه وياه. وقلت لكم إياها سبب بسيط كلش، انه انا اكو 3 الى 4% يعني بصوره عامه، هو هاي 3 الى 4% ما راح تاثر على اي وضع داخل الجسم الانسان الصحي، بس ما عدا الناس اللي يعانون من رينا فيلر. نجي للميكانيزم اوف فانكشن، وانا قلت لكم اياها يعني هن وظيفتهن انه تحمي المعده او تسوي له طبقه من الميكوزا تحمي، يعني تحمي الالسر نفسه او تحافظ عليه الالسر. وقلت لكم من هالفلسفه هذه انه هي شغلها لوكالي، لكن الشيء المهم كلش لازم نعرفه انه هاي الادويه ما تشتغل او السكروفيت ما يشتغل اذا ما موجود السيارة. اوكي وهاي نقطة مهمة كلش مهمة، يعني معناته انا الامبرازول
وجماعه البروتون بوم انهبيتر اخذ حذر من عندهم، ما استخدمهم. انا مرات اعطيهم للمريض من باب الشطاره، انه انا راح اعطيك امبرازول، راح اعالج لك الالسر وبنفس الوقت احمي لك الالسر، والنتيجه هو انا ما راح استفاد من السكرال فيت اساسا. ليش؟ لانه انا عندي مشكله، انا السكرال فيت ما يشتغل اذا ما الاتش سي ال عندي موجود، وانا اذا بالامبرازول وصلته للصفر. ليش؟ لانه هنا راح يتحول طبعا الى يعني بوجود الاتش سي ال، شو يسوي؟ يروح يتحد مع بروتينات موجوده داخل الالسر، وبهاي الصوره راح يسوي يعني الاكتيف كومباوند مالته. وهنا راح يصير شنو الفائده من هاي الاكتيف كومباوند؟ انه راح يغطي للمنطقه اللي تعاني من ألسر، راح يروح يعني هو يروح خصيصا على هاي المنطقة اللي بيها الألسر، وبتقوم على البروتين وحتى يتفاعل مع البروتين ويسوي لي طبقة داير ما داير هذا الجسم. وإذا احنا نتذكر قبل كنا يعني اكو مواد تذكروها، إذا تذكرون بالبايوكيمستري أو بالإعدادي، أنه بعض المواد تترسب بالمكانات الحامضية وبعض المواد تترسب بالمكانات القاعدية. هاي الأدوية هي تترسب بالمكانات الحامضية، أوكي؟ وبهذا إيش راح يسوي؟ راح يسوي بارير كوت، أوكي؟ وما دام أكو بارير كوت يعني أنا ما عندي أكو إنفيجن. هذه واحدة من الأشغال مادة. إذا تذكرون نذكر بداية المحاضرة من حجيتكم على البرايتال سيل، وأنه أكو هيدروجين راح يطلع ويا كلورايد ومقابلة بوتاسيوم راح يرجع داخل البرايتال سيل. إحنا الهيدروجين هذا اللي طلع ما راح يرجع، وقلت لكم إذا تذكروا قلت لكم ليش ما يرجع؟ لأنه فد ميوكوزة، طبقة ميوكوزة تمنع رجوعه داخل البرايتال سيل، هو والهيدروجين أيون هو توكسيك، هايلي توكسيك. فإذا رجع راح يفلش للبرايتال سيل أساسا. أنا اليوم من فقدت الهيدروجين، من فقدت الميوكوزا العفو، فالهيدروجين أيون من راح يطلع راح يقدر يرجع للبرايتال سيل بكل سهولة. ليش؟ لأنه الطبقة اللي تمنع مروره أو البارير اللي يمنع مروره داخل البرايتال سيل ما موجود. فبالنتيجة منطقة الألسر راح مرور الوقت راح تزيد عندي، راح تكبر عندي، أوكي؟ حتى لو أنا استخدمت أمبرازول أو جماعته، وحتى لو قللت الأتسيال، أنا بعض الهيدروجين راح يرجع عندي حتى أوصل للزيرو اللي قلت لكم إياه خلال يومين أو ثلاثة أيام. أنا عندي مشاكل راح تتفاقم خلال الفترة، وبهالسبب هذا الساكرول فيت هنا راح يجي شغله، راح يسوي لي طبقة يمنع بيها الهيدروجين بدخوله للبرايتال سيل، وبذلك يحمي الألسر من أنه يبدي يدخل ويصير مرحلة كرونيك ألسر، ودي حالة صعوبة يتعالج. بعد من ميكانزم أوف فاكشن ماتي يقولون هو يقلل البيبسين سيكريشن. احنا خلنا نعرف أنه البيبسين شنو فايدته. البيبسين سيكريشن يعني هاي معلومة عامة وانتم كلكم يجوز تعرفوها بحياتكم اليومية. احنا فوائد البيبسين هو هضم اللحوم البروتينات، اوكي؟ يعني اي بروتين يدخل المعده البيبسين يتكفل به، وخاصه اللحوم، اوكي؟ الانسان اللي يعاني من ألسر يعني منطقه تقرحت، هذا البيبسين اللي داير ما دايره الموجود بالجاستريك راح يتحفز انه ينفرز. ليش؟ لانه هو يعني هو انزيم ما يعرف أعمى يعني مثل ما يقول أو غبي، خلنا نتصوره يتصور بأنه هذا الجزء من المعدة اللي راحت الطبقة الخارجية من عدة، أو هذا يتصوره هو لحمة يروح ينفرز عليه على مود حتى يفلش بالزايد. يعني الفكرة واضحة. يعني اليوم الألسر يعني تشوفونه بحياتهم اليومية، مرضى السكري شايفين الجرح مالتهم الألسر مالتهم، أو ناس عندهم بيت سور، هذا الجرح شكو بي شكو شي بي طبقة الجلد رايحة،
فش جاي يطلع، جاي يطلع اللحم وجاي تطلع الشحوم، وهذا هذه مغرية، لأنه كل شيء يصير لا سمح الله، يجي يعني تجي بكتيريا بي، تجي أي شيء بي ينمو عليه، ليش؟ لأنه ماكو طبقة تحميه. فنفس الشيء البيبسين شو يسوي؟ بدل ما يصلح الوضع يخربطه بالزايد، يصور هذا الجزء من المعدة هو لحمه، فيروح يهضمها، يريد يفلشها يكسرها، فيبدأ يكسر بيها بالزايد هنا. طبعا وتعرفون البيبسين هو طلع شيء سيل، فهنا بما انه البيبسين يصور هذا الجرح هو نفسه لحمه، عباره عن لحمه، يزيد افراز البيبسين. ف هنا جاي ايش يسوي السكروفيت؟ السكروفيت راح يغطي هاي الطبقه، فيخلي الشيف سيل ما تعرف انه هذا لحمه او طبقه سكروفيت او طبقه ثانيه، وبهالسبب هذا يتوقف البيبسين من السكريشن. كذلك لقوا زياده بالسكريشن مالت الاندوجينس بروستاجلاندين، قلنا البروستاجلاندين اللي هو ضعف جمه، هو المعادل للهوسه مالت الهستامين، يعني زياده البروستاجلاندين قابله فازو دايلتيشن، قابله اذا تذكروا اهم بدايه المحاضره حكينا قابله الهستامين يقلل السكريشن مالته بالتاثير مالت البروتين، و كذلك يزيد الميوكوس كوت اللي داير ما داير الاستومك. اوكي، فهسه بصوره مختصره نقدر نعددهم بشيء بسيط، انه انا راح اغطي الالسر، راح اغطي الالسر بالسكروفيت، وما انه غطيت الالسر اذا انا راح احصل على نتائج هواي. اول شيء البيبسين بعد ما ينفرز لي على حتى ياكل الالسر، عندي البروستاجلاندين راح يزيد فعاليته، عندي انه الهيدروجين بعد ما يرجح مره ثانيه عن طريق الميوكوزا ويروح للبرايتر سيل، لان الميوكوزا مخترقه الجدار اللي كان يحميها. وكذلك انا سويت فيد بارير احمي الالسر، واثنين ابدي تبدا الخلايا ترجع تعيد نفسها من جديد. الادفيرس افكت مالته يمكن اعرف شيء مختصر بيها بسيط، كل شيء بسيط. احنا نتذكر اكو الومنيوم، والالومنيوم واحد من الشغلات اللي يسوي كونستبيشن، وتذكرون اكو انتاسيد اذا تذكرون المغنيسيوم الومنيوم اللي هو بيه المغنيسيوم والالومنيوم. المغنيسيوم قلنا هاي الشهاده العلميه الام دي المعروفه، مغنيسيوم دياريا، والالومنيوم يسوي كونستبيشن، هاي وحده. بعدها يقلل الابزوربشن مال بعض الادويه اللي هي تتراسايكلين والديجوكسين والفنتوين. اوكي، الملاحظه طبعا انا هسه ما ارد احكي عليها، بعدين هاي نقطه ننسال عليها دائما. اوكي، وطبعا هو الجزء الثاني هو البسموث كومباوند، الميكانيزم اوف اكشن نفس الفكره، البسموث والسكروفيت هما اخوه، ماكو فرق بيناتهم، لكن الفرق الكبير هو الفكره انه يسوي لي البزموت، يسوي لي يقلل طبعا، يسوي لي طبقه، هاي الطبقه تحميني من العفو، هاي الطبقه تحمي لي الالسر من انه يصير كرونيك السار، وكذلك الهيدروجين والبروتين، الهيدروجين عفوا ما يرجع، وهاي نفس الميكانيزم والبسين سكريشن، ويزيد لي البروستاجلاندين. بس ما عاد هنا في شيء بسيط، هو انا تقريبا شبه هنا عندي مشكله هي اساسيه نفسها، البزموث نفس الالمنيوم، بدلت البزموث بالالمنيوم، وهنا عندي كونستبيشن، هم راح يصير عنوان من العناوين اللي راح تسوي لي مشاكل دائما. اوكي، الادفيرس افكت قلت لكم اياها، اكو فتشي عنوانه وستوث توث ديسكلريشن، يغير اللون، لانه هو هي فت كومباوند، حالها حال يعني فت مركب كيميائي، حالها حال بعض المركبات الكيميائيه اللي لها قابليه التفاعل داخل الجسم وتنتج مركبات ثانيه، يعني
يعني ما يطلع هيك واحدة مباشرة، لا راح يسوي لي أكثر من مشكلة. لقوا عنده هم المشكلة هو الانسفالوبات طبعا، وهاي من المشاكل اللي أقدر أقول تقابل الرينال فيلر اللي شفناها بالألمنيوم. يعني هناك عند الألمنيوم راح يروح نسبة قليلة يمتص ويروح، نفس الشيء هنا عندي نسبة قليلة تمتص من البسموث، ولكن بدل ما تروح للرينال تروح للبرين وتزيد لي مشاكل في البرين، وخاصة عند مرضى الرينال فيلر. أوكي، الكوندرا اندكيشن طبعا هو مبينه من هذا العنوان، كرونيك رينال فيلر وسي ان اس ديزيز. الكاربينوكسيلون يعني فد مركب كيميائي اساسه هو مركب عشبي طبعا، اذا يعني اذا تذكرون او شايفين برمضان يعني، او اذا رايحين بغداد اخذوا له يبيعون هذا شيء اسمه عرق السوس او عرق السوس تسمى، هو هذا المركب من عنده، ودائما ينتشر بالصيف تشوفونه. هو هذا شيء يمكن ما اعرف انا بالناصريه شايفينه او ما شايفينه، الشيء اللي يستخدم شيء بارد شلون يعني انا ما اعرف تسميته بالنسبه لهم، بس شيء خزين هيك تشيله على ظهره، شلون قربه تشيله على ظهره ويمشي دائما يعني الشارع ويبقى بارد كلش. وفي طبعا هم يستخدمون هذا المركب العشبي للناس اللي يعانون من ابيجاستريك بين دائما. برمضان ان شاء الله يعود علينا وعليكم جميعا بالخير. برمضان دائما تفضل العوائل تستخدمه بعد الافطار مباشره حتى يخفف الاسيديتي مالت المعده، وهي فكره قديمه كلش قديمه يعني من يعني بعد صارت 1400 سنه، ويجوز قبلها كانت، لكن بالفتره الاخيره تدرون العلم تطور فاكتشفوا من عند هذا العلاج او هذا المركب الكيميائي. اوكي، اساس فكرته هو الكاربينوكسيلون انه ستيرويد ستراكشر اساسه، يعني من ستيرويد ستراكشر جاينا، والميكانيزم اوف اكشن مالته هو برودكشن والفيسكوسيتي اوف جاستريك ميكوزا ان كريز ميكوزا ريزيستنس. يعني تقريبا شويه يفرق عن دنيش الباقيات بانه استخدام يزيد برودكشن وفيسكوسيتي بعد جاستريك ميكوزا، وكذلك البيبسين سكريشن قلت لكم اللي هو المشكله الاساسيه اللي تصير عندي بالفتره والثانيه. بما انه ستيرويد راح انا اشوف اكو مشكله راح اعاني بها من ستيرويد هو سالت ووتر ريتينشن، وتعرفون دول كل الستيرويدات عندها الدوستيرون لايك افكت. تمر علينا مرات هواي انه ناس عندهم اديما وهايبرتنشن وعندهم مشاكل بالكارديو رينال فيلر، فبهيك حالات الكربينوكسيلون يفضل انه ما تستخدمه او تقلل من استخدامه، وخاصه طبعا مرات يستخدمونه سبيرولاكتون اللي راح يصير يعني كومبينيشن ستيرويد على ستيرويد وراح يزيد المشاكل بالزايد. فاحنا هنا ناخذ محاذيرنا. الكونترا اندكيشن طبعا من هذا العنوان والهايبرتنشن ورينال فيلر. بعدها اخر واحد او رابع واحد من عندهم هو الميزوبروستول اللي هو بروستوغلاندين ان 1 انالوج، وتذكرون يمكن انا اتصور ماخذينه بالاوتوكويد او ما ماخذينه، بس احنا راح نتكلم عنه هيك شيء بسيط. هنا من نحكي عن البروستوغلاندين نحكي عن كل شيء بالبروستوغلاندين، وقلنا لكم من البدايه انه راح يسوي لي بازو دايلتيشن، راح يزيد بلد فاسكولاريتي للمنطقه، كذلك راح يسوي لي ميوكوسكوت، وكذلك يعني يقلل لي من الاتش سي ال سكريشن. وليش؟ لانه يقلل من الهستامين ستيموليشن مالت الاتش سي ال سكريشن. الميزوبروستول بصراحه بالفتره الاخيره بدأت استخداماته كلش هواي. اوكي، ويعني استخدام الثاني يعني حكينا عن التجمد، قلنا هو يستخدم فقط
يعني في المعده بالجي اي تي او بالوتيرس الا خصوصيه، بينما الميزو بروستول هنا ما تبدا خصوصيه بعد، هو بروستاجلاندين تقدر تستخدمه اكثر من استخدامات هواي. حتى نتحدث عن هذا الموضوع لازم احكيكم شويه على الثيرابيوتيك يوزز اللي هي اهم شيء بريفنشن او بتكاسل للناس اللي عندهم، اللي ناس الهاي ريسك، لانه قلت لكم هو يسوي سبيشال ماسل كوت، وكذلك يزيد البلاد سبلاي لهاي المنطقه. الناس اللي تستخدم نون ستيرويد انتي انفلامتوري دراجز راح يسوي كومبينيشن ويا الناس اللي تاخذ نابروكسين وال الفولتارين، اللي يعني هذا هذول عندهم روماتويد وجماعه ذا ما يقدر يستغنى عن الستيرويد انتي انفلامتوري دراج، هو يشكي من بيبتيك السر او بيبتيك انديوست السر، فتفضل تستخدم له تعطي هيج كومبينيشن وما تعطي بروتون بوم انهبيتر، لانه هذا راح يسوي لك مشاكل هواي ثانيه. الادفيرس افكت مالته دياري وكرامبينج بين وانكريز جي اي تي موتيليتي ووتر سكريشن واليوتراين كونتراكشن سبيشالي ديورينج بريجنسي والابورشن طبعا. الكونترا اندكيشن مالت البريجنسي، وهنا انا راح اتحدث هيك فد شيء بسيط عنه. طبعا هو بالفتره الاخيره مثل ما قلت لكم الميزوبريستول هو علاج للمعده، بس بدا بالفتره الاخيره ياخذون محاذير هواي، وانا اتمنى انه تصيرون حذرين دائما من تكتبونه للمرضى، او جاكم شخص ما تعرفوه او شخص جاكم للطوارئ او وحده ما تعرف وقالت لكم تقول هذا العلاج لانه ما تاذيني او هذا الدكتور اللي دكتور هنا شويه تاخذ حذرك فتسالها انه انت بريجنت اور نوت، لانه هسه بالفتره الاخيره جاي يستخدمون الابورشن يسوي سيرفايكال دايليتيشن ويسوي يوتراين كونتراكشن. تعرفون لما حكينا مره انه اكو سموث مصل وكو سموث مصل عفوا موجوده باليوترس بالمايومتريوم وكو سيرفايكال سيرفكس لور تران سيجمنت، وهنا راح يصير عندي كونتراكشن باليوترس والكونتراكشن راح يسوي اكسبلجن لكم. الكونسبت الموجوده اذا اكو فيتس كامل او فيتال بول بالاشهر الاولى ويسوي لنا ابورشن. فبداوا بالفتره الاخيره يستخدمونه بحالات نحن نسميها الليجال ابورشن، يعني الابورشن الغير قانوني، بس بنفس الوقت هو يعني علميا لك حق تكتبه، واغلب الطبيبات النسائيه كتبنه يستخدمونه. هو طبعا اورالي، هو اورال على مود لوكال افكت، بس هو بي سيستميك افكت. فلهالسبب هذا يستخدمون الميزوتاك، يسمونه ميزوتاك حب، طبعا ما اعرف هل سووا من عند التحاميل او لا، يستخدمونه ترانس فاجينال لانه يصير له ابزوربشن دايركت، وقلت لكم هو لوكال حتى يفعل البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين يسوي هاي العمليه كلها. بس بعض المرضى يعانون من بليدنج عالي، لهذا دائما الميزوتاك من يستخدم يستخدم وحده، يعني يعطون ميزوبروستول دوز عالية هاي دوز، بعد الميزوبروستول يسوون دي انسي كورتاج عفو دايلتيشن اند كيوريت. ليش يسوي دايلتيشن اند كيوريت؟ حد لانه انت راح تعاني من بليدنج كلش عالي، اول شيء اما بسبب الكونسبشن اللي نزل عندك، او مرات بسبب البروستاجلاندين نفسه اللي هو اصلا يسوي لك فازو دايلتيشن بالاضافه للمسل كونتراكشن. واضحة هاي النقطة، فاحنا ناخذ حذرنا من الميزوبروستول يوزز اوكي، وكتابته تصير بها محاذير جدا. او بدا هو طبعا هو يعني الجاستريك يعني وجوده بالصيدليات هو غالبا لهاي الاغراض وليس لل الجاستريك السر او علاج الدودن الالسر. طبعا من هاي المواضيع فهمنا شنو صار عندنا، عندنا يبقى موضوع اخر شيء وحكيت لكم انا كلش بسهاب عنه، هو الاتش بايلوري. الاتش بايلوري حكايتين، فذ حكايتين بسيطات كلش بسيطات عنه، انه انا اعرف انه الاتش بايلوري هي هاي البكتيريا الموجوده اللي موجوده على الميكوزا اللي تخاف من الاتش سي ار وتشرد من عنده وتلبد وتحفر وتقعد بين الميكوزا وسب الميكوزا بارير، وبعدين نتيجتها تسوي لنا السر ديوتو هي ميكانيزم بيها نفسها بافراز بيبسينات وغيره،
وكذلك تروح للألسن نفسه، تتجمع دائما داير ما داير الألسن، حتى الزيد من الألسنيش مالته، واللي الجملة المعروفة عند المرضى: دكتور أنا عندي جرثومة بمعدتي. يجيك المريض يقول لك: دكتور عندي جرثومة بمعدتي. وهاي طبعا هي تؤدي لك جاسترايتس، والجاسترايتس تؤدي لك إلى بيبتيك ألسر وغيرها وزيادة حامضية وما أدري. فهذا العنوان غير العناوين الباقية، يعني هذا فشيء إجى إضافي. فحتى نعالج الاتش بايلوري او نعالج الالسر ديو تو اتش بايلوري او كومبينيشن وي اتش بايلوري، نستخدم بروتوكول معروف ويعني مشهور. البروتوكول انا اقدر اسميه بي كات، بي كات كات قطه، بي بي كات. البي هو البروتون بومب انهبيتر، لانه انت تحتاج حتى تستخدم حتى يعني تكافح الاتش بايلوري لازم تقلل الاتش سي ار مالت المعده، وتعرفون انه هي هاي تشرد من الاتش سي ار، تلبد هي ليش سوت المشكله؟ لو شردت من الاتش سي ار لبدت بال داخل الطبقات المعده قلت لكم الميكوزا والسبميكوزا، فشو اسوي انا؟ انا اقلل الاتش سي ار حتى هاي البكتيريا تاخذ راحتها وترجع تدخل المعده وتصير سهله الصيد. اوكي، بعدها استخدم كات كلوروثراماسين، استخدمه توايز ديلي لمده 5 ايام 6 ل 10 ايام كلش كافي. بعد كات الاي الاموكسيسيلين العلاج المشهور والماجيك دراك، واللي يمكن انتم صف اول كليه تكتبونه للمريض اللي يعاني نشل انفلونزا، وهذا واحد من الاخطاء. وبعدها التنيدازول اللي هو يعني هو كيموثيرابي، جزء من الكيموثيرابي، نستخدمه 500 ملغرام نفس الجرعة. فهذا هو العلاج البروتوكول الماشين عليه حتى نعالج الاتش بايلوري. لكن هنا شو كنت عالج الاتش بايلوري؟ اما تسوي بايوبسي تشوف ألسر وتاخذ من عدة تلقى البكتيريا هذه موجودة، او تسوي بريث يوريا تيست، يوريا بريث تيست نفس الشيء. التيست اللي هو هسه مشهور يقول لك انا سويت تحليل ولقيت جرثومة بمعدتي. اوكي، هذا كل ما في الببتيك ألسر. يبقى عندي شيء بسيط بالببتيك ألسر، انه انا بعض الببتيك ألسر اعالجها بالاوبريشن، واللي هم ناس اللي عندهم بليدنج ببتيك ألسر لازم يسوي هوسبيتاليزيشن وفريش بلاد. يجاك مريض يتقيأ دم او خروجه اسود كلش طوخ او يتقيأ دم، هذا ذيك الساعه اسوي له فد بروتوكول خاص من العلاج، اسوي هوسبيتاليزيشن، والدوره اعطي دوز عاليه، مرات اعطي تاجيميت او اعطي بروتون بوب انهبيتر اي في انفيوجن، والافضل هو امبرازول اعطي 80 ملي جرام طيب ولا الدوز، اطبع فيتامين كي واسوي اندوسكوبك ثيرابي. اوكي، هذه كلها امور لازم انا اخذ احتياطاتي بها واعالجها بسرعه ما دام عندي ببتك ألسر بليدنج. هاي شيء مختصر بصراحه، ما اطول عليكم. المحاضره الجايه هو ريفلكس ازفاجيتس، ان شاء الله نكمل بها، واعتذر لانه اطلنا بالبيبتيك ألسر، بس هو هذا العنوان كلش مهم. المحاضره ان شاء الله راح تكون كامله خلال يوم يومين، وادزكم اياها باوربوينت او بي دي اف على التليجرام او الفيسبوك الاخوانه، وابن منتظر. اعتذر واشكركم شباب.